أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أشكل علي قوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، مع قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول: هل المقصود بهاتين الآيتين أن الذي يبقى هو الوجه فقط؟ أما يبقى الله جل وعلا، يبقى الله جل وعلا، لكنه ذكر الوجه لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. نعم.